القرآنية. سعاد المحكمة صفير، الجنائية يمكن حتى تحدثت عن التغير في الموقف الألماني بالامتناع عن التصويت وليس الرفض أيضا. كيف ترى المشهد الأمريكي والخطاب الأمريكي تجاه ما يحدث اليوم بعد تصريحات رئيس بايدن عن يعني التوقف عن إرسال الأسلحة لإسرائيل؟ كيف ترى الآن الموقف الأمريكي مما يحدث، وهل هناك ربط ما بين هذا وما بين تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل؟ أنا متفق مع حضرتك لما بدأنا نعدد في مدخلتي خسائر إسرائيل الاستراتيجية، بدأناها بما تم اليوم ظهر اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعددنا سويا الموقف الأوروبي الذي أيد القرار في غالبيته مع امتناع مع رفض دولتي تشيك والمجر وامتناع العديد 7 دول من بينها ألمانيا، في هذا تغيير هام. أشرنا إلى محكمة العدل الدولية وقرارها المرتقب بشأن الإبادة الجماعية، واليوم جنوب أفريقيا صعدت من موقفها وطلبت إجراءات إضافية. أصدرت المحكمة العدل الدولية إجراءات عاجلة تنفذها إسرائيل ولم تنفذها، وعادت جنوب أفريقيا وطلبت زيادة هذه الإجراءات لتلافي ارتكاب الجريمة لحين البت في قرار المحكمة. واليوم أيضا نترقب يعني ضمن بقى الخسائر الاستراتيجية لدولة إسرائيل، أشرنا أيضا لعدم قدرة إسرائيل على التصدي، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي من قامت بالنيابة للتصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية آنذاك. هناك أيضا المحكمة الجنائية الدولية التي نترقب أيضا أن تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقياداته العسكرية، بل أن الكونغرس الأمريكي وجه بتحذير، وجه للمحكمة الجنائية الدولية تحذير واضح وصريح، والإدارة الأمريكية تبتز المحكمة الجنائية وهي المفروض هي التي تدين الدول وليس العكس أن تتهمها الدول. وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية أيضا منتظر أن تصدر مذكرات التوقيف التي أشرت إليها. طبعا الخلاف اللي حضرتك أشرت إليه الآن بين بايدن ونتنياهو وإيقاف الذخائر الأمريكية هي تعبير رمزي عما وصلت إليه الإدارة الأمريكية. وأمس السيد سامح شكري كان يتحدث مع وزير الخارجية الأمريكي لينبهه لمخاطر العبث الإسرائيلي قرب معبر رفح، وكذلك السيد الرئيس بحث أيضا الوضع الإنساني أول أمس مع أنطونيو جوتيريش اللي عصر اليوم أيضا وجه بتحذير شديد اللهجة لمخاطر ما تقوم به إسرائيل في رفح. طبعا اليوم أيضا الجمعة كان ضربات المقاومة بالصواريخ لبئر سبع وتحرك المقاومة في رفح وغزة وفي الشمال دليل على أن ناقضت المقاومة الفلسطينية غير دقيقة، وأن الأمر أيضا طال الداخل الأمريكي ليس فقط العلاقة مع الرئيس بايدن ونتنياهو. من الخسائر الاستراتيجية أيضا التحول في الرأي العام الدولي، ونجد أن يعني نستطيع أن نقول الحراك الطلابي الشامل في الجامعات وهي جامعات الصفوة في الولايات المتحدة ما يهدد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وما يهدد سمعة إسرائيل مستقبلا، وهي أيضا ما يهدد الحملة الانتخابية للرئيس بايدن، لأن القطاع الطلابي الواعي من الشباب هم الذين اعتمد عليهم الديمقراطيين وقت أوباما، هم الذين انتخبوا الرئيس بايدن في حملته الأولى. يعني أننا أمام داخل أمريكي وحراك دولي تغير ضد إسرائيل، ودي خسارة استراتيجية كاملة، حتى أن الرئيس بايدن الآن بات مدركا أن ما يسعى إليه نتنياهو من إطالة أمد الحرب هو لغرض التواصل مع اليمين المتطرف من الجمهوريين في إدارة ترامب. وبالتالي يعلم الرئيس بايدن أنه لو دخل الانتخابات حاليا خاسرا لأصوات الطلاب القاعدة، وهي انتخابات ليست سهلة هذا العام بكل تأكيد، ما لم يعود بوقف إطلاق نار وتبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي يدخل به بليجاسي أو برؤية ذات شأن للناخب الأمريكي ستكون يداه ملطختان بالدماء، ويكون نتنياهو قد جره للوحد الإسرائيلي. هنا السعي لازال قائما من خلال الوساطة المصرية الواثقة والتي تعمل بكل إخلاص وجهد للتواصل مع كل الأطراف حتى
ننقذ الجميع من المشهد الحالي. أظن أن المجتمع الدولي مطالب بمساندة الجهود المصرية وممارسة كل الضغط الممكن على إسرائيل كي تمتثل، حتى أن المقاومة الفلسطينية قبلت، وعلى الجميع أن يعمل من أن يكون هناك تعنت إسرائيلي لهذه الهدنة بالتصعيد في رفح. وهناك تعنت إسرائيلي صحيح سعد سفير لهذه الهدنة ورد إسرائيلي يعني أمام العالم كله بما يحدث في رفح واجتياح لرفح وإغلاق للمعابر وإصرار على يعني تجويع النازحين، ويعني كل هذا أمام محاولات للهدنة وربما تكون محاولات الفرصة الأخيرة كما يعني أطلق عليها. كيف ترى مستقبل هذه المحاولات للوصول لهدنة؟ عنها يعني الجهود اللي بتبذلها مصر هي الجهود الأكثر دقة ووعي بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر بالطبع، ولكن ما تبذله مصر من محاولة الوصول لوقف إطلاق نار وتبادل أسرى وتثبيت الأوضاع على الأرض وإدخال مساعدات إنسانية وإطلاق مسار سياسي يقود لحل الدولتين وتمكين سلطة وطنية فلسطينية على الأرض هو المخرج الوحيد لهذا المشهد غير الأخلاقي والعبثي والذي يضر بمصالح الجميع ويضر بحياة الإنسان في فلسطين، بعد أن حددت اليونيسف اليوم 14 ألف طفل قتلوا في هذه المواجهات، وهناك 70% من 34 ألف ضحية كانوا من الأطفال والنساء. يعني جريمة موثقة تعد من جرائم الإبادة الجماعية التي سيعاقب بمقتضاها النظام الحكم والحكومة الإسرائيلية الحالية على رأسها بنيامين نتنياهو. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا على وجود حضرتك معنا.